فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول: هناك بعض المشايخ يحذرون من بعض الجماعات ويقولون ان عندهم بدع ونسمع لبعض المشايخ الاخرين الثناء عليهم ووصفهم بالدعوه فيحتار عندئذ طالب العلم جدا وهذا الموضوع يا صاحب الفضيله اشكل علينا فكيف نتعامل معه؟ يا أخي ما كلفك الله لا بهذا ولا, ولا بهذا ولا ما دام ما تبين لك اتركهم جميعا خذ الطريق الصحيح واترك هؤلاء جميعا واطلب العلم نعم